خلينا بقى نقول اللي حسام بيسأل عليه. الجو النهاردة شديد الحرارة. هيئة الأرصاد الجوية بتقول إن درجات الحرارة النهاردة في القاهرة والوجه البحري هيكون فيها نشاط للرياح، وفي مناطق من شمال الصعيد وجنوب الصعيد هيكون فيها برضو نشاط للرياح. درجات الحرارة في القاهرة النهاردة هتوصل لـ40 درجة مئوية في الظل. أقل درجة حرارة النهاردة هتكون في بورسعيد 30 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 42 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية بعد قليل، لكن دلوقتي خلينا نرجع لحسام والجمانة ونبتدي حلقتنا. والنهاردة الجو هيبقى حر وعطش. ربنا يستر. يعني انت دمرتيني اليوم، خلاص انا هخلص البرنامج وارجع اتقوقع. يا بختك. اتقوقع. يا بختك. ما تتقوقع انت كمان؟ في اولاد تقوقعوا تقوقعوا جماعه. جوانا ردت. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك.